في زمن المفاجآت لم تعد قصص الأساطير مجرد خيال، تحديدا في الفضاء. وبعد سنوات تحفظ فيها الجيش الأمريكي على مقاطع فيديو وثقت أجساما طائرة غامضة وفائقة السرعة شاهدها طيارون عسكريون أمريكيون. تتحدث أمريكا اليوم بلغة جدية جدا وتركيزها على دراسة ما يجري في الفضاء، سيما عن طبيعة هذه الأجسام التي تفوق سرعة الطائرات من صنع أمريكي. الظاهرة الجوية بدأت تفتح التوقعات لأبعد من كونها كائنات فضائية، حيث وصلت إلى حد التكهن بوجود دول أخرى قد صنعت أجسام غريبة تهدد أمن أمريكا القومي. الجسم الغريب في الفيديو يظهر دون أجنحة، يدور بشكل سريع ويحلق في الفضاء لساعات أو ربما لأيام، لكن مسؤولين كشفوا عن نية الحكومة الأمريكية إصدار تقرير رسمي مرتقب للغاية يكشف القليل من لغز المقاطع المصورة، حيث لم يعثر على دليل على وجود نشاط خارج كوكب الأرض، لكنه لم يستبعده أيضا.